وبره برضو في محاولات ان هم ما يصرفوش، يعني خلاص انا مش عايزاك، طب تيجي نقول ان احنا منفصلين بس يعني بيننا وبين بعض وعايشين مع بعض، وتلاقي اتنين متجوزين ومكملين حياتهم كل واحد في ناحية عشان لا هي تاخد ولا هو ياخد. طب ليه يعني ليه نخلي الفلوس تخلينا مش واخدين راحتنا، مش واخدين حقنا؟ ليه ما تعيشيش مع زوج تاني في حالة ان انت تنفصلي عن ده؟ يعني حتة الفلوس فعلا برة مأزماهم، بتخليهم يا اما ما يتجوزوش خالص ويعيشوا مع بعض من بدون جواز عشان ما يبقاش في ماديات ما بينهم، يا اما بيفضلوا متجوزين بس منفصلين. صح. بس تعرفي ان الموضوع ده بجد يعني على ارض الواقع صعب تطبيقه جدا. يعني تعالوا كده نتخيل يعني واحد وواحده متجوزين وحصل بينهم مشاكل، والمشاكل دي تطورت بشكل كبير جدا لغايه لما بقت الحياه بينهم تكاد تكون مستحيلة، مش بيحبها ولا هي بتحبه، وتعالوا نقول كمان ان مفيش بينهم اطفال، يعني مفيش حاجة تستدعي ان حد منهم يستمر في الحياة الزوجية الفاشلة دي. قولوا لي بقى دلوقتي يعني ساعتها ايه المفروض يحصل بالنسبة للاتنين دول؟ يعني الراجل مش قادر يعيش ومش عاوز يكمل، ايه بقى اللي يحصل؟ يفضلوا قاعدين؟ مين اللي يطلب الطلاق؟ ما انا مش هينفع اطلب، انا لو طلبت هدفع، دي هتبقى حياة جحيم. بالظبط. وهو لو طلب هي هتدفع، فقاعدين. ولو معهوش فلوس طب اتطلق منه ليه؟ اديني عايشة معهوش فلوس، لو اتطلقت مش هاخد منه حاجة. بس انا اعتقد ان ده سلاح ذو حدين، يعني طبعا الحياه بتبقى ساعتها مستحيله جدا ان هم يعيشوا، بس كمان دي بتبقى فرصه ان هم ممكن يتلاقوا تاني، خصوصا لو كان بينهم حب مش جواز صالونات. اعتقد بصي انا عايزه اقول لك حاجه، هو يعني انا شايفه تكمله على نقطتك انت انه ممكن يبقى له بوزيت ناحيه ايجابيه، انه كمان الجواز مش سهل ومش ببلاش كده، ومش اي جوازه والسلام ومهر اي كلام ونفقه اي كلام ومؤخر اي كلام ولا وات ايفر فيلا نتجوز. الولد هيفكر كمان مليون مره قبل ما يقدم على الجواز، وهي هينقوا كويس قوي وهيقرروا ان هم يبقوا يعني ياخدوا وقتهم ويركزوا كويس قوي في اختيارهم، لان اختيارهم ده لو فشل هيكلفهم كتير قوي. بس برضو هرجع واقول لك يا ندى انه مفيش حاجه في الدنيا ممكن تخلي حد يكمل في جوازه هو مش عايزها، حتى لو هي هتاخد نص فلوسه، وحتى لو القانون ده اتطبق هتيجي في وقت برضو هتقولك مش عايزه نص فلوسه ومش عايزه نص ثروته، عايزه اخلص حياتي وعايزه انفد بجلدي ومش عايزه اضيع سنين اكتر من اللي ضاعت. يعني هو لو غبي وقرر انه ما يدياش حاجه وقال لها اقعدي بقى زي البيت الوقف كده انت مش فارقه معايا وانا هروح اعيش حياتي واتجوز، ساعتها هتقول له يلا في 60 دقيقه مش عايزه نص ثروتك. يعني هو القانون ده بيحفظ للمراه حقها في حاله ان الراجل محترم بس ومستعد يطلقها وموافق يديها نص فلوسه، لكن ممكن يقول لها ما تطلقيش انا مش عايز اطلقك، اطلقك ليه؟ ما انا اروح اتجوز 2 و3 و4 وانت خليكي قاعده. فاهمه؟ بس برضه هم عشان ما عندهمش طلاق جواز تاني، فساعتها الراجل بيضطر يدفع عشان هو كمان يقدر يتجوز تاني. لكن في مصر الراجل هيضطر يدفع ليها، يقول لها ما تطلقيش خليكي قاعده. وعشان برضه ما نبقاش متحملين قوي وجايين على الرجاله، في ستات يعني بيبقوا لا يطاقوا وطلباتهم كتير، وتقارن جوزها بحد تقول له شفت فلان وشفت علان، وتحرجه دايما وعلى طول الخط حاطاه في مقارنه مع فلان وعلان وشفت جاب لمراته ايه وبيسفر مراته ايه وهات لي، طيب انت اتجوزتني ليه؟ طب انت عملتني ليه؟ طب ما هنا لازم يخلص منها. وبعدين الفكره في حاجه، القانون ده ما اتطبقش عندنا في مصر، واحنا كمان في بعض حالات الزواج بص تلاقي مثلا ايه الراجل يضرب مراته ويمضيها غصب عنها عن تنازل عن قيمتها عن اي معفش. انت بتتكلمي بقى في ثروه، يعني انت بتخيلي ان ده بيحصل وبيحصل عنف، وممكن يمضيها على في شيكات على بياض علشان يطلع من الجوازه كامل مكمل واخد كل فلوسه وهي ما تاخدش منه قرش، وهو اوريدي مش هتاخد نص. او العكس برضو، او العكس، لا في بتجيب اهلها وتمضيه. صح، ده حقيقي. انا بقى عندي يتضرب العلقه المتينه، ده حقيقي، ويتخرشب ويمضي وهو عامل كده. ايوه صح، ما يعرفش بيمضي على ايه. لا في ستات يتفتلها بلاد. صح، في ده وفي ده والله. طيب تعالوا نطلع نشوف التقرير ده مع علاء ونرجع تاني.